مبروز الله مش 250 سنة تقريبا مع أرحب بكم وأقول لكم أهلا وسهلا بكم. نحن اليوم تمت دعوتنا للمشاركة في ندوة بعنوان دور الآباء في عملية التربية لمحاربة التطرف العنيف والقضاء عليه. طبعا اعتمدنا على نظام الحوار وطرح الأفكار بشكل حر. النقاط اللي لفتت به أولا طريقة إدارة الندوة من خلال الحوار، ترك المجال للجميع للتعبير عن الرأي. احنا نطالب بدورات قبل 6 شهور تكون العمل مستمر. النشاط كان ممتاز جدا، وأنا من أول ما أجيت دائما كنت عم شجع على قيام بورشات لها علاقة بالوعي والدعم النفسي للأطفال أو توعية الأشخاص اللي عم يشتغلوا بالأعمال المجتمعية والإنسانية أو بالمنظمات على إقامة ورشات تدريبية لنعرف العالم أو نعطيهم الطريقة كيف يتواصلوا فيها مع أطفالهم. اليوم كمان ضفت شيء جديد تعرفت فيه أنه كيف ممكن الآباء يقدروا يتواصلوا مع أولادهم. يعني هلأ أكيد الإنسان قد ما تعلم بيضل في شغلات ما بيعرفها، فأنا دائما بشجع على أنه نتعلم ونحضر ورشات لها علاقة بالدعم النفسي بمواضيع لها علاقة أنه كيف نحن نتدرب على إعطاء المحاضرات اللي لها علاقة بالأطفال أو اليافعين أو المرأة أو حتى الرجال. يعني هلا الورشة كلها تلفتت انتباهي. أول ورشة بشوفها هون المواضيع اللي دائما حضرتها كانت بعيد جدا عن الأطفال، يعني كان الأطفال مهمشين تماما والحديث عن الأطفال منسي تماما والناس بعيدة جدا عن الدعم النفسي للأطفال. بس أما اليوم في شيء جديد، هو أنه أنتوا سلطتوا الضوء على الأطفال، أنه أنتوا اليوم أطفالكم شو موقعهم من الأعراب. هذا الشيء كان شيء جديد وكتير حلو، أنا بتمنى أنه تكثر هاي الأمور. السؤال الثاني قاعدين في أفكار جديدة، في أفكار عم تنطرح، في تقبل للرأي الآخر. طبعا كافة الأعمار مو ضروري يكون في شباب، يعني في الأكبر في حوار حلو. يعني اليوم شفنا شيء جديد بالنسبة لنا نحن، يعني طلعنا على أكثر من ندوة أكثر من نقاش هيك مواضيع، في شيء حلو كتير. يعني أكيد استفدت، في شيء استفادة جديدة عندي صارت، بس إنه الشيء الجديد فيه الأفكار كتير. فكرة اليوم انطرحت عن الطفل، موضوع الطفل كتير حلو، يعني ما شفتها عند الغير. يعني شو ما طورنا لازم نتطور أكيد. يعني واليوم إنه كان ناقصنا شوي انه نتدرب اكثر على المهنه اللي نحن نشتغل فيها. يعني نقاط في الحوار كان كثير متناسق مع بعض، يعني اللي يحكي في تقبل انتقاد، في تقبل الراي كثير حلو. يعني